4 ديال 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 4 ديال
اللي عنده انا الشط كنقولها الشط كنقولها اللي عنده من القانوني ديالو عنده بطاقه مهنيه مرحبا اللي ما عندوش ابعد العمل الصحفي فهمتي وانتم بالنسبه للسيد الوالي عنده واحد لاتيتود اللي تتعامل معاه راه عنده لا ديليغاسيون ديال الجزائر وتواصل معاه حاليا فاش الاخوان كل واحد ياخذ صريح نتاع الاخوان الصحفيين الزملاء دابا الكونسي ناسيونال الصحفي المغربي يكون بحال واحد الاخر بحال حتى واحد ما كينظم اصاحبي لا معايا ديال الصحافه ديروا لها جهتها عطيو لها لو ستون ديالها فين تجلس فين تخلي لواحد المناظر تو دو ما كاينش دو موند انا عندي كات بروفيسيون علاش عطيه واش كان وصلني علاش واش درتو شي حاجه ثم تنظم لي هذه جيت تحطيو في العين لا درتو شي حاجه حنا حنا شوي داكور حنا مسائل كتكون على اعلى مستوى كيقول لك علاش ما فهمش علاش اليوم شفتو حتى وقع الصداع الحاجه في الباس سي القايد نفهمو شنو اللي وقع اللي وقع البارح والبارح كان هو فاش كاين غير فاس هذوك الناس اللي شتي كيتعرفوا بعضياتهم معاكم يعني كان اش كنديروا كنخليو مع الخضر ولكن فاش جاوا الناس اللي ديالكم ما فاهمينش شنو كاين راه خصهم يدخلوا واش فهمتيني شنو قصد لك نحنا فاش كتهضر معنا حنا ما عندنا حتى صبع ديالك وما كرهتيش خلينا تسجلنا هنا وخلينا هنا واقفين هنا فقط غير نحضروا شنو دار طبقوا داك الشيء اللي تقطعنا فقط لا غير نطبقوا وقفونا هنا لا باش نعرفوا شنو كاين وقفونا هنا لا راه جالسين وحدين حتى هما بحالنا هما راه جالسه هما لا هما خويا لا هما لا يدخل اصلا ما كاينش هو اللي غادي يدخل هو في الاخوان خاصنا نحطوا غادي يجلسوا في القاعه وانا كنت معاهم
من غادي يخرجوا الناس حتى للاجتماع غادي تاخذوا تصريحات بحال اللي دازت دابا المره الاخرى. اصاحبي الله يهديك شوف اللي بغيت يهضر يكون بعدا عارف شكون كاين. هذا راه صاحبي شويه هاد التعليمات اللي جات من هذا راه خطير. شنو على فاس؟ راه خطير الا كان سمع التعليمات جات من الرباط او الا سمعنا الوالي دابا عاود سمعنا تعليمات من الرباط. شنو هو سمح لي؟ وراه انا شوف هذيك القضيه المتاسسه ما قبيله ديال ان لا كلام ودوزان كيقوموا بخدمه عموميه احنا باش كنقوموا؟ هذا راه ممكن شنو كنديروا احنا؟ وراه الخدمه العموميه راه اشتهار ناقشوها بعدا عاتمكم بالفلوس تقوموا. ما كيبقى يقول لك تبعي الماكل ما عطيتكش التصويره.